يعني انا حزن بحس، بس احلى حاجه. لا هو انا بس بحس ان كل آلة ليها المود بتاعها. المود بتاعها وصوت معين. يعني انا لما بسمع مثلا كمانجة بحس بحزن او بشجن، او شجن بتحس ان هي بتحرك مشاعر. مشاعرك بشكل في عام. اخر تراك هيبقى حزن، ما تقلقوش يعني. لا لا مش في قصدي، يعني مش لا قصدي. في يعني تراكين تانيين بس حاجه أحلى. انا اقصد ان هو علميا ايوه هل فعلا هي كل بتتوظف في الحزن آلة احلى، يعني هو لما بتتوظف في الحزن احلى، بس برضه في الحاجات اللي فرايحي بتبقى حلوه جدا. ما سمعنا من شويه كلاسيكال. في عامل تيست كده سمعنا. لا في هيصه جايه كمان شويه، في وفي موضوع كبير قوي اللي شفناه برضه. حلو قوي. طب انت يعني ازاي فكرت بقى انك تدخل يعني القصه الخاصه شويه انك ممكن تساعد كبار السن والمرضى والاطفال؟ يعني الموضوع جه معاك ازاي وازاي بترتبه برضه؟ هي بدأت معايا في الشارع الأول، كنت بعزف في الشارع، فلقيت الاندماج الناس كان حلو جدا. كنت بعزف برضه في فترة كده في شبرا الخيمة، وهو مثلا بيعمل بالقوطة أو بالليمون أو بأي حاجة وبعزف، هو انبساطه ده خلاني إن أنا أتحفز أكتر إن أعمل حاجة أحسن. يعني مستشفى بهية أنا مش فاكر بالظبط جات لي إزاي، بس يعني كان دايما كانت بتجيلي من الصفحة بتاعتي من الفيسبوك، إن مثلا إيه رأيك تيجي تعزف عندنا الكلام ده. فروحنا مره رئيس ماسك المستشفى يعني عجب الموضوع، خلينا مدير كل المستشفى سبت كل سبت لازم نعمل وهي بتاكل الكيماوي. حبيبي كان برضو النتيجه كانت حلوه وهي بتاكل الكيماوي، كان الموضوع بيبقى صعب قوي ليها. فالميوزك يعني بتلهيها شويه عن اللي هي حاساه. بعد كده بقى بدات اخد الجانب ده اكتر بقى في دار المسنين والايتام، و يعني ده أطفال كان اكتر يعني. وبنطلع معاهم رحلات كمان وبنعزف لهم هناك. بس خدت بقى الجانب ده بقى في مكان تاني خالص، اللي هي اللي انا بحبه اكتر للميوزك، لو الميوزك سكور او الموسيقى التصويريه. كنت باخد مشاهد من فيلم معروف زي مثلا عادل امام الزهايمر او سعيد صالح، باخد مشهد مثلا واعمل الميوزك بتاعتها. المشاهد اللي فيها ممكن يكون قلنا نقول فيها دراما بالظبط بالظبط. عالية. هي كانت بروسيس بحبه قوي، فكره ان انا اطلع اللي هو حاسه او عايز يقوله، والميوزك بتعبر بتساعد على ده. بتعبر اكتر من غير كلام، الصوره وانت بالظبط. بالمزيكا، فهي المزيكا بتطلع الكلام لوحدها، وهو بيتكلم بيقول المشهد بتاعه عادي. بس يعني الحمد لله حتى لما نزلتها كانت توظيف جايبه موسيقي، مليون يعني و300 توظيف مشاهده اكاديميا وكده. اسمها التوظيف الموسيقي. طبعا يعني. بالظبط. فجابت بقى مشاهدات كتير، لقيت برضو التوظيف من ناحيه الميوزك سكور دوت مكاني اكتر، يعني بحس يعني اللي هو ايه كان ربنا بيوجهني الحاجه يعني. بالظبط. فده بتعاوي عموما ان شاء الله يعني، لو اللي فيما بعد طبعا يعني فيلم طويل او المسلسل، نعمل حاجه زي كده. وعامل بقى زي ميني البوم صغير، ده حاجه جديده لسه هنزلها في شهر واحد، في شهر واحد يناير اللي جاي ان شاء الله باذن الله. وفي ميوزك منها هنعزفها دلوقتي ان شاء الله. هي فكرتها ان انا بجيب اغاني قديمه زي اللي احنا نسمعها دلوقتي بتاعت ليلى مراد، واعملها ديب هاوس يعني، ومختلفه شويه، ومنها تراكات بتاعتي. حلو حلو. بس لا ده احنا نسمع بقى.